الحمد لله الماتش ما كان سهل، الماتش كان صعيب بالذات مع فريق اللي منظم. الحمد لله هذه هي كرة القدم، والحمد لله فرحنا الجمهور ديالنا اللي جا ساندنا بزاف. الحمد لله تنبغيو نشكرهم بزاف، حيت راك عارف دابا رمضان والناس كيفطروا مساكن في التيران. خاصو السوليسيون اللي عندنا وكان الحل الوحيد اللي عندنا هو نعطيوهم الكاليفيكاسيون باش ان شاء الله نشوف حالهم. شوف راه ما يمكنش تكون اي ماتش خصك تماركي خمسه، راه هذه الشامبيونز ليغ وهذه هي كره القدم وردوا في حقنا الحمد لله. وزمان لو بلوز امبورتون هو دوز دومي فينال. الله يحفظك خويا، الله يحفظك. الله يحفظك خويا. الماتش روتور ما كان شويه صعيب، سي نورمال حيت هذه هي كره القدم. وكما قلت لك الفريق اللي لعبنا معاه كان فريق منظم ماشي فريق اللي سهل، دونك حتى هو عنده تاريخ، حتى هو عنده جمهور ديالو وداك الشيء. دونك الحمد لله ربي وفقنا ليه وربحنا ب 1-0. كنا عارفين مليار في المية كل ماتش ماتش غوتور ما يكون سهل، وفوالا استطعنا الحمد لله نحافظوا على ديك الهدف وتكاليفونا. واش كتوعدوا الجمهور الودادي؟ كنوعدهم ان شاء الله بجميع الالقاب اللي لاعبين عليهم ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.